بسم الله الرحمن الرحيم. لنقوم بإنشاء حساب جديد في جوجل، نكتب في محرك البحث create google account، ونبحث عن create your google account. تظهر لنا النافذة التالية، نقوم بإدخال الاسم واسم العائلة، ثم نقوم بإدخال اسم الحساب الذي نريد استخدامه. بعدها نقوم بكتابة كلمة المرور، ومن المفضل أن تكون كلمة مرور قوية تحتوي على أرقام وأحرف ورموز، ثم نضغط على Next. والآن نستكمل إدخال البيانات. يطلب منا إدخال رقم الهاتف وإدخال حساب إلكتروني احتياطي نستفيد منهما بحال نسينا كلمة المرور أو بحال تمت قرصنة الحساب الخاص بنا. ثم نقوم بتحديد تاريخ الميلاد، ويفضل كتابة تاريخ ميلاد لعمر يفوق 13 عاما لكي لا يطلب منا إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالأهل للموافقة على حسابنا. ثم نضغط على Next. هنا لا أريد أن يتم حفظ كلمة المرور الخاصة بي. نقوم بقراءة شروط استخدام الحساب الذي قمنا بإنشائه، نضغط على I agree أو أوافق، وبهذا نكون قد انتهينا من إنشاء حساب في جوجل. وتظهر لنا هنا مجموعة من الخدمات التي يمكننا الاستفادة منها باستخدام هذا الحساب. وأتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابك. إذا أعجبك الفيديو لو سمحت اضغط سبسكرايب ولايك، وإذا كان لديك أي ملاحظة الرجاء إضافته في التعليق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.